السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أيها الأحرار، وليس المخانيث والزنا. أنا أقول لكم الأحول هذا هو زنو من شبوه، لا هو مصعبي ولا هو قبيلي، أقسم بالله العظيم إني صادق. جرائمه لا تحصى ولا تعد، من سقوط الدولة الطاهرية إلى الآن تحل أسماء الطاهري وتحكم عليه دول العالم. آخر ولاية ولايتي بعد ولاية والدي الذي تحمل اسمه دول العالم، ومن عنده صله بغطاء العملة في سويسرا ممكن يتأكد من صحة كلامي، هل هو صح أو كذب. باسم والدي والإمارات باسمي، وهو من تحل صفة والدي وصفتي وصفة أهلي من قبل، من بعد سقوط الدولة الطاهرية. والذي مش عارف تاريخ الدولة الطاهرية يدخل النت ويبحث عنه. أكبر دليل لكم أنه في يوم واحد قتل 58 في جمعة الكرامة، والآن عايش في الدائري أمام المستشفى الإيراني. أنا أطالب أسر الشهداء جمعة الكرامة يتواصلوا معي، أرقامي موضحة، ويجوا وأنا بعلمهم بكل شيء. ومن الذي يحمي الأحوال؟ الأحوال موفر العصابات هنا في اليمن حكم على ظهري وظهر أسرتي، ومتشاركين هم وياه، ينهبوا المال ويسرقوا ويتبلطجوا على الشعب اليمني بهذه الطريقة. لا أخاف إلا من الله، وأنا ملك صحيح مش كذاب، والحوثي يعرف الكلام هذا، وقيادات في المؤتمر يعرفوا الكلام هذا. لذلك هم يغالطوا حتى بأسماء مستعارة، هو مريض نفساني، هو كذا وكذا، حركات زنا، تعرفوا حركات المزناوة. خلوكم مركزين على اسماتهم، اليوم باسم بكره باسم، خلاص عندما ينكشف يغير اسم ثاني، وكل يوم في اسم قبيلي، وهم مزناوة كلهم بيت الأحول. غيرهم أنا ما أتهمه ولا أتكلم على الناس، وأي إنسان يقول إني غلطت عليه أنا أعتذر منه، وإذا في خاطره شيء يجيب الشيخ، أي قاري قرآن شيخ، ويجي يحكم له بموجب كتاب الله ويأخذه من ظهري بصميل بعصا. أي إنسان يقول إني غلطت عليه غير قبيلة الزنا، هذا لا قتلوا الشعب اليمني. الحرب الآن بسببهم، إدخال حكم الزنا واللواط إلى المقدسات بسببهم، والله على ما أقول شاهد. فلا يجوز من قبل الأحرار أن يتصفوا إلى جانب الباطل. وكذلك أطالب من أسر الشهداء جمعة الكرامة الذي أدوا حصانة في إدمائهم، وإحنا قاطعون عهدا يا شهيد عن دمك لا لن نعيد. أنا من الذي قطعه وشردوا كلهم، ما عاد باقي لنا على عهدي. أطالب بالقصاص منهم وترحيلهم جهنم، لا هم من الرعية ولا لأبوهم عندي، لا أكل ولا شرب ولا قبور، قبيلة الزنا. وأثبت كلامي هذا أني الملك وصاحب الدولة من وثائق الدولة، لا هو الحوثي صاحب الدولة ولا عفاش ولا عبد ربه منصور ولا غيره، أنا صاحب الدولة وأنا صاحب الحق. ومن كذب، أنا أتكلم أنا في صنعاء، يسمعني الحوثي وغير الحوثي، ومن يقول أني كذاب يقدم على كتاب الله ويدي عهد الله على كتاب الله أني كاذب وأن مالي شيء. ولنا حديث بأثبت أنه فاجر في يمينه، وأثبت حقي عبر دول أخرى. لذلك أحذر الجميع من عدم الظلم. هذا يقول مريض نفساني، وهذا يقول هو مريض، هذا أنا ما فيني مرض ولا فيني شيء، الحمد لله نحمد الله ونشكره. أنا معي مشكلة مع قبيلة الزنا من تحلين صفة والدي وصفتي، ويريدوا يستمر حكمهم بالزنا واللواط في المقدسات، يعملوا الزنا في بعضهم البعض. غازي يزني في أمه علشان يتعلم السحر، أحمد علي محسن زنا في أمه علشان يتعلم السحر وهرب من عين، ولعنة الله على من يكذب في كلامه هذا. يستخدموا الواط في بعضهم البعض من خلال القرين على أساس يثبتوا فينا عيب، وإحنا ما فينا عيب، لا أنا ولا والدي. قرين أبوي في أحمد علي محسن وقريني في غازي، يعملوا الواط في بعضهم البعض حتى يثبتوا للناس، يقولوهم فيهم وفيهم، وإحنا ما فينا شيء. يستخدم الزنا في أمه بقريني وفي زوجته ويقولوا زاني، لا فيني شيء من هذا الحديث ولا شيء. لذلك
أنا أرجو من كل من عنده ذرة رجولة أو شهامة أو دم أو دين ويعرف حد من شهداء جمعة الكرامة يعطيهم أرقامي يتواصلوا معي. لابد نقتلع هذا البذرة الخبيثة، لابد نقتلعها لو أخسر كل شيء في الدنيا هذا وأكسب رضا الله. وتحياتي للجميع، ونحن مصحصحون لهم ومنتصرون على قبيلة الزنا، وسيرحلوا إلى جهنم بإذن الله، بإذن الله وبمشيئة الله. لا لأبوهم أكل ولا شرب على كوكب الأرض الذي تحمل اسمه، دول العالم تحمل اسمي واسم والدي، ولا لهم عيش فيها حتى في إسرائيل. إسرائيل باسم والدي، لا يمكن يقبلوهم يهود إسرائيل لو 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 قطعوا أنفسهم قبيلة الزنا، لأنهم زنا، والزاني بيجي وبيخرب دارك. وتحياتي لكم.